مشاهدينا متابعينا الاعزاء في كل مكان، اسعد الله صباحكم بكل خير ومحبه. تتواصل التحديات والاثاره على ارضيه ميدان التحدي ميدان الشحانيه في هذا الصباح، وعلى بركه الله ينطلق الشوط التاسع الخاص للبكار الداع من مسافه 4 كيلومترات نسير مع هذه الاسماء المنطلقه ومع هذه الشعارات المندفعه والباحثه عن الناموس. نبدا بعد المراكز وننطلق مع البداية. عروبة هجن الغرافة، سعيد بن راشد الزعبي يتقدم ويقدم لنا عروبة مع البداية ومع أول الأسماء. ثانيا وصلت من حاف أو الريم بشعر سعد الشيخ فهد بن سعود بن فهد بن عبد العزيز الثاني وحسين بن محمد بن سالم آل سفران، وثالث الأسماء من الجانب الآخر مغامرة بشعار هجن الغرافة سالم بن عامر بن راشد المدهوشي يتقدم مع مغامرة على ثالث الأسماء. رابع المراكز أبعاد هجن الشحانية، جابر بن سالم بن فران المري يتقدم مع أبعاد على رابع المراكز. خامس الأسماء وصلت القادمة والمنطلقة ملامح هجن الشحانية والشبل جابر بن سالم بن فران المري. هكذا هي النتيجة الأولى مشاهدينا متابعينا الأعزاء للخمس المراكز المتقدمة والمندفعة. ونعود إلى البداية، نعود إلى مغامرة من غيرت إلى البداية وإلى المقدمة بشعار هجن الغرافة. سالم بن عامر بن راشد المدهوشي يتقدم ويقدم لنا مغامرة على البداية وعلى أول الأسماء وأول الشعارات. ثانيا هنا عروبة هجن الغرافة وسعيد بن راشد الزعبي يتواجد في عملية التضمير مع عروبة على ثاني الأسماء. ثالث المراكز أبعاد هجن الشحانية والشبل جابر بن سالم بن فاران المري، ورابع الأسماء من الجانب الآخر اشتعال هجن الشحانية الشبل جابر بن سالم بن فاران المري، وأيضا تدخل هناك من قبل مستحيلة هجن الشقب وسالم بن جابر بن محسن الجر ربوع المري في عملية التضمير. يقدم لنا مستحيلة على ثالث إلى أسماء. رابع المراكز وصلت القادمة آثار بشعار سعد الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني وحمد بن طالب الجربوعي في عملية التضمير. رابع الأسماء مقامرة تنطلق على رابع الأسماء هجن الغرافة سالم بن عامر بن راشد المدهوشي، وخامس المراكز وصل شعار هجن الشحانية. ولكن أعود مع البداية، أعود مع المقدمة غيرت وانطلقت إلى البداية. أبعاد هجن الشحانية الشبل جابر بن سالم بن فاران المري يتقدم مع أبعاد على أول الأسماء وعلى رأس حربة هذا الشوط. ورى الأسماء قادمة مغامرة قادمة هجن الغرافة سالم بن عامر بن راشد المدهوشي، وثالث الأسماء مستحيلة هجن الشقب وسالم بن جابر بن محسن الجربوعي، ورابع المراكز وصلت القادمة بواجة وأول نداء لبواجة هجن الشقب وسالم بن جابر بن محسن الجربوع المري، وخامس إلى أسماء عروبة هجن الغرافة سعيد بن راشد الزعبي. الكيلومتر الأخير والخطير، البداية والمقدمة أبعاد أبعاد يا أبعاد هجن الشحانية الشبل جابر بن سالم بن فاران المري يتقدم مع أبعاد على البداية وعلى أول الأسماء. ثانيا عروبة بدأت تنطلق وتتحرك بشعار هجن الغرافة سعيد بن راشد الزعبي يتقدم مع عروبة. ثالث الأسماء هجن الشقب تنطلق مع ثالث الأسماء. رابع المراكز الفايزة هجن الشحانية محمد بن خالد العطية، وخامس الأسماء وصلت أيضا القادمة خطورة هجن الشحانية محمد بن خالد العطية. ولكن البداية والمقدمة أبعاد وعروبة هجن الشحانية وأيضا هجن الغرافة الشبل والماهر سعيد بن راشد الزعبي، ولكن غيرت عروبة وانطلقت إلى البداية مع الفوز والانتصار. تنطلق عروبة هجن الغرافة سعيد بن راشد الزعبي ينطلق مع هجن الغرافة. تهانينا والناموس من هذه اللحظات نزفها إلى هجن الغرافة على هذا
هذا الفوز وعلى هذا الانتصار، وايضا نهني الماهر سعيد بن راشد الزعبي واسعد الله صباحك على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. تهانينا والناموس، ثاني المراكز وصلت ابعاد هجن الشحانيه مع الشيب الجابري بن سالم بن فرح المري، ثالث المراكز الفايزه هجن الشحانيه، ورابع المراكز جماهير هجن الشحانيه، وخامس المراكز اذار بشعر سعد الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني. مشاهدينا متابعينا الاعزاء، هكذا هي النتيجه للخمس المراكز المتقدمه. تهانينا والناموس لهجن الغرابه على فوز عروبه، والتوقيت الزمني ولحظه وصولها الى خط النهايه 6:15:36 من الثانيه. تهانينا والناموس لهجن الغرابه، ونهني سعيد بن راشد الزعبي من قدم لنا عروبه. ثاني الاسماء ابعاد وشعاري هجن الشحنيه 6:15:64 من الثانيه. تهانينا والناموس للشبل جابر بن سالم بن فرح المري، ثالث المراكز الفايزه هجن الشحنيه، توقيت زمني 6:18:29. تهانينا والناموس لهجن الشحنيه، ونهني محمد بن خالد العطيه، فتهانينا والناموس للجميع.